بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 12 بعنوان الـ Diagnostic Methods of Hemoglobin Disorders، وهذه المحاضرة الأخيرة في الـ Introduction. بعد هذه المحاضرة إن شاء الله حنبدأ ننتقل كيف نقرأ ريبورت السي بي سي. المحاضرة هذه مهمة جدا، حنتعرض فيها إلى أربعة أو خمسة محاور. المحور الأول هو importance للهيموجلوبين سيبريشن، المحور الثاني حنتكلم على الجيل الكتروفوريسيس، المحور الثالث حنتكلم على الكابلري الكتروفوريسيس، والمحور الرابع حنتكلم على الاتش بي ال سي، ثم اخيرا حنتكلم بريفلي على الجينيتك ستادي. طيب، ما هو الامبورتنس اوف هيموجلوبين سيبريشن ميثود؟ بالتاكيد في اهميه كبرى. اول اهميه انه دايجنوسيس الهيموجلوبين ديزوردر، عشان نعمل تشخيص لعمليه الهيموجلوبين ديزوردر لابد نعمل هيموجلوبين سيبريشن. النقطه الثانيه اللي هي البري ماريتال كونسلنج، اللي حيتزوجوا شاب وشابه حيتزوجوا لابد يعملوا فحوصات ما قبل الزواج حتى نتاكد ان ما في عندهم اي مشاكل، حتى لا يتعرض الابناء لمشاكل مثلا زي الثلاسيميا زي السيكل سيل انيميا. النقطه الثالثه النيونيتال سكرينينج، في الغرب بتعرفوا في اي مولود يولد يعملوا له عمليه سكرينينج كامل، من ضمنهم قضيه الهيموجلوبين سيبريشن. النقطه الرابعه وهي نقطه مهمه جدا، انه اي انكسبلين مايكروسايتوزس ما عرفناش نشخصها نعمل هيموجلوبين سيبريشن عشان نشوف ايش وضع المايكروسايتوزس هذه. هذا المحور الاول. تعالوا نشوف المحور الثاني وهو محور سهل جدا، اللي هو الجيل الكتروفوريسيس. وتعالوا اول شيء نعرفه، ما هو الجيل الكتروفوريسيس؟ الجيل الكتروفوريسيس هو عباره عن سيمي اوتوميتد تكنيك. هذا السيمي اوتوميتد تكنيك بيحصل من خلاله انه يحصل ميجريشن للمولكيولز اللي هو الهيموجلوبين فارينس اكوردنج السايز والتشارج. عندما نوصل تيار كهربائي يبدا الهيموجلوبين الديفرنت هيموجلوبين يحصل لها ميجريشن لما نوصل التيار الكهربائي. النقطة المهمة جدا انه هذا الجيل الكتروفوريسيس هو برايمري سكرينينج تيست، وهذه نقطة مهمة جدا. انا في تصوري بعد ما نتكلم على الكابلري الكتروفوريسيس اعتقد ان الجيل الكتروفوريسيس المفروض يخرج عن الخدمة في تشخيص الهيموجلوبين سيبريشن. البرنسبلز بالنسبة للجيل الكتروفوريسيس هو كالاتي: اول نقطه مهمه جدا، لما نروح نجيب احنا الكلاين بفر ونخلطه بالهيموجلوبين، الهيموجلوبين يتحمل بالنيجاتيفلي تشارج، بيتحمل يكون النيجاتيف تشارج هي الاساس. لو ما يكون في معنا اسيديك بفر ونحط كمان عليه الهيموجلوبين، الهيموجلوبين حيحمل الشحن البوزيتيف او بوزيتيفلي تشارج. النقطة الثانية انه النورمال هيموجلوبين زي ما انتم عارفين هو عبارة عن هيموجلوبين A، هيموجلوبين A2، الهيموجلوبين F. هذول لما نخلطهم بالالكالاين ميديا، لما نخلطهم حيتحول الهيموجلوبين فارينس دي الى انه يحمل النيجاتيفلي تشارج، حيكون الهيموجلوبين بيكاري النيجاتيفلي تشارج، بالتأكيد أي ابنورمال هيموجلوبين. النقطة الثانية انه عملية السيلولوز اسيتيت، نروح نجيب احنا السيلولوز اسيتيت ونغمسها في الكلاين بفر، لما نغمسها في الكلاين بفر نروح نجيب الار بي سيز، لما نجيب الار بي سيز نعملها ووش. ليش نعمل ووش للار بي سيز؟ عشان نعمل ريموفينج للبلازما بروتين. ليش؟ لانه البلازما بروتين ممكن تكون باند وبالتالي تلخبط لنا قضيه القراءه. فبعد ما نغسل قضيه الار بي سيز نعملها لايس الار بي سيز، وبعدين نعمل دايليوتد، وبعدين ندخلها داخل الجل. هذا كله بيتم مانيوالي بشكل مانيوال. بعد كذا نروح نوصل التيار الكهربائي لمده، طبعا عند 200 فولت لمده 30 دقيقه. حتبدا احنا اتفقنا انه في الالكلاين ميديا حتكون عمليه الهيموجلوبين حيحمل النيجاتيف تشارج، فبالتالي احنا نحطه في جانب النيجاتيف، فحيحصل له ميجريشن من النيجاتيف الى البوزيتيف، وبالتالي حتنفصل الديفرنت تايب اوف هيموجلوبين فاريانس اكوردنج زي ما قلنا السايز واكوردنج للتشارج، حتنفصل في باندز معينه. بعد كده نروح نعمل ستيننج لها، ولو ما نعمل ستيننج لها بعد كده نعمل سكاننج لها بحاجه بنسميها دينستوميتر. الدينستوميتر وظيفته ايش؟ وظيفته انه يروح يحول الباند ذي الى نسبه، يعمل كورليتد للباند ذي الى نسبه للديفرنت تايب اوف فاريانت هيموجلوبين. لكم ان تتصوروا مثلا هذه اللي امامكم الان، شايفين كيف سمك الباند ذي كيف حولها عمليه الدينستوميتر، حولها الى 7 سم
انه سيمي اوتوميتد، فممكن يزيد التخفيف في قله التخفيف، فهذه حتعمل عمليه الريزوليشن للباند حتتغير. النقطه الثانيه انه الريزوليشن حق الباندز بيكون لو، خاصه لما تكون زي ما انتم شايفين في الهيموجلوبين اي 2 حتكون عمليه الباند لانه النسبه حقها قليله، فحيكون عمليه الريزوليشن حقها ضعيف. النقطه الثالثه انه ويكلي في الكوانتيتيف زي ما قلنا السمول فاريانس بشكل عام ضعيف بانه يعمل لها كوانتيفيكيشن. النقطة الرابعة وهي النقطة المهمة جدا انه يحصل difficult interpretation لماني variants، لانه زي ما انتم شايفين في السي، يعني في السي هيموجلوبين سي يطلع السي والاي والاي 2، في الهيموجلوبين اس ممكن تكون هيموجلوبين اس، هيموجلوبين جي، هيموجلوبين دي، فهذه الانتربريتيشن حتكون difficult في حالة الجيل الكتروفريسيس. تعالوا نشوف النقطة الثانية او المحور الثالث اللي هو الكابلري الكتروفريسيس، وهو اللي انا اعتقد اللي المفروض يستخدم. هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن نانو سيليكا تيوب وذ الكالاين بفر، البفر فيه بي اتش 9.4. ايش اللي بيتم فيها؟ زي ما انتم شايفين الان في الانتيريور تيوب للسيليكا تيوب، في الانتيريور بيكون عملية نيجاتيفلي تشارج فيكسد، يعني مثبتة، نيجاتيف تشارج بتكون مثبتة في التيوب. النقطة الثانية انه بيكون كمان في بفر سوليوشن يحمل عملية البوزيتيف للتشارج، نسميه ديفيوز لير، وهذا مهم جدا لانه حينتج عنها قوة بعد شوية حنتكلم عليها. الديفيوز لير دي زي ما انتم عارفين بالتأكيد لانها بوزيتيف حيحصل اتراكشن لقضية انها ترتبط مع النيجاتيف. طيب الآن نربط التيار الكهربائي، نعمل له كونكشن، وبهاي فولتيج لمدة 8 دقائق حتتولد قوتين، القوة الطبيعية المتعارف عليها من النيجاتيف إلى البوزيتيف وذي نسميها إلكتروفوريتيك فورس، والقوة اللي هي المضاعفة اللي هي أضعاف القوة الإلكتروفوريتيك فورس هي الإلكترو أوزماتيك فورس. من فين جاءت هذه الإلكترو أوزماتيك فورس؟ جاءت من عملية الديفيوز لير لأن فيها بوزيتيف تشارج بنسبة كبيرة، فحين نطرح العينة في ناحية البوزيتيف فبالتالي حتتحرك القوتين وحينتج الآتي. حينتج هذه قدامكم الان بالضبط ايش اللي حينتج. زي ما انتم شايفين الان احنا بنحطها في قضيه العينه في ناحيه البوزيتيف، فقلنا لان في ديفيوز لاير اللي هي معظمها عمليه بوزيتيف للتشارج، حتنتج قوه هائله جدا اسمها الكترو اوزماتيك فورس، وفي الناحيه الثانيه في عمليه الالكترو فوريتيك فورس اللي هي بنحطها من النيجاتيف واللي هي المفروض تحرك الهيموجلوبين النيجاتيف الى البوزيتيف. فهيبدا لامرين لانه في تو فورسز، هذه واحده، والنقطه الثانيه ان في هاي فولتج، حيبدا انه لانه قوه الالكترو اوزماتيك فورس اقوى بكثير من قضيه الالكترو فوريتيك فورس، حتتحرك لين توصل لقضيه الديتكتور. لما يحصل عمليه الديتكتور حيحصل حاجه مهمه هنا جدا اسمها يسموها ستيدي فلو. ما معنى ستيدي فلو؟ ان الباند تظهر لي شارب، الباند تكون شارب، فلانها شارب بيكون الريزوليشن حقها عالي جدا، وبالتالي الديتكتور يلقط اي باند توصل ناتج عن عمليه الهاي فولتج وناتج عن عمليه تضاد القوتين، وان كانت الغلبه لقضيه الالكترو اوزماتيك فورس. اذا في معنى هاي فولتج حيعمل efficient separation وكمان الريزوليشن حيكون عالي، فبالتالي حيبدا عمليه كل باند حتنقري، وزي ما قلنا انها ستيدي فلو حتكون شارب، وبالتالي الديتكتور حيعملها ديتكشن بشكل يعني الريزوليشن حقه عالي جدا. طبعا من الحاجات المهمه او الادفانتج بالنسبه للكابلر الكتروفوريسيس انها فول اوتوميتد، ما فيهاش اي مانيوال، انه الميكسنج اللي بيحصل اوتوميتد، عمليه الهيمولايز للار بي سي بيحصل اوتوميتد، الدايلوتد كمان بيحصل اوتوميتد. طبعا زي ما قلنا هي فول اوتوميتد، والنقطه المهمه جدا ان فيها انها بتظهر على هيئه الجرافت، والجرافت ده بيديفايدد الى 15 زون. تخيلوا كل باند يعمل له زون خاص به، مثلا على سبيل المثال الزون 9 مخصص للهيموجلوبين A ينزل فيه، وهكذا كل هيموجلوبين فاريانت له زون خاص. النقطة التي بعدها انه زي ما قلنا يطلع طبعا هنا الان الزونز بكل الهيموجلوبين فاريانتس، وكمان البرسنتيج بالنسبة لكل هيموجلوبين يطلع، واللي بيساعده هنا انه يكون لان الريزوليشن عالي فالبرسنتيج حتكون مضبوطة.
طيب زي ما قلنا هذه جزء من الادفانتج، كمان في اذر ادفانتج اللي هي فول اوتوميتد بالنسبه لقضيه الكابلري الكتروفوريزيس. زي ما قلنا في افيشنت سيبريشن وفي هاي ريزوليشن. النقطه اللي بعدها انه في كلير كوانتيفيكيشن لقضيه الهيموجلوبين فاريانس. احنا كنا بالجين الكتروفوريزيس بنقول يا جماعه عن الهيموجلوبين اي 2 لان الباند ويك فما يحصل لهاش عمليه كوريليتد مع عمليه البرسنتيج. هنا نستطيع ان احنا نعمل لها نسبه مضبوطه جدا. الهيموجلوبين بارتس ممكن كمان نعمل له ديتكشن في الكابلري الكتروفوريزيس. النقطه الرابعه انها ايزي انتربريتيشن للريزلتس. تعرفوا عمليه الهيموجلوبين اي 2 لوحده، الهيموجلوبين اي لوحده، ما فيش عمليه مثلا التداخل زي ما كان في الجين الكتروفوريزيس انه تجي في باند يدخل فيها اكثر من هيموجلوبين. زي ما قلنا من ضمن الادفانتج لها انها ستيدي فلو، ان الباند بتظهر لي شارب. هذه الباند لما تظهر شارب بيخلي الريزوليشن فيري هاي. الان حنتكلم على الهاي بريشر ليكويد كروماتوجرافي ال HPLC. هنا سهل جدا، عباره عن كولوم، الكولوم ده او الكارتليج فيه سبستانس نسميها ريزن. السبستانس دي الريزن بتحمل نيجاتيفلي تشارج وهي مثبته على الكولوم زي ما انتم شايفين. النقطه الثانيه انه البلاد سامبل بنعملها دايلوتد في البفر، وبعدين طبعا بتحمل عمليه بوزيتيفلي تشارج، وبالتالي بنعملها انجكت في الكولوم او في الكارتليج. النقطة الثالثة انه الان كل هيموجلوبين فاريانس بيتحد بالريزن، يعني الان لكم ان تتصوروا بيتحد بالريزن بديفرنت سترينث. من فين جات هذه الديفرنت سترينث؟ اكوردنج لانه هو بوزيتيفلي تشارج. يعني احنا طرحناه في بفر بوزيتيفلي تشارج، فلكم ان تتصوروا انه لو اتحد بقضية بوزيتيفلي تشارج يعني حيكون اتحاد ويك، لو اتحد مثلا في 2 بوزيتيفلي تشارج حيكون البايندينج اقوى، لو اتحد ب 3 بوزيتيفلي تشارج حيكون الارتباط اقوى واقوى. طيب ايش اللي حيحصل؟ الان نحط حاجه بنسميها ادينج اليوتينج سوليوشن. اليوتينج سوليوشن هذا هو عباره عن بوزيتيفلي تشارج، وعباره بنزود الايونيك سترينث جرادولي، يعني نضيف عمليه اللي هي بوزيتيفلي تشارج بنسبه قليلة، نزودها أكثر، نزودها أكثر، ونزودها أكثر. هنا ليش نعمل اليوتينج سوليوشن؟ عشان يعمل بوشنج للهيموجلوبين فاريانس اكوردنج البايندنج مع البوزيتيف مع النيجاتيف اللي هو الريزن اللي هو مثبت في الكارتليج او في الكولوم. طيب تعالوا ايش اللي هيحصل؟ الان نفترض انه اللي عليها الدائره اللي هو عمليه هيموجلوبين لو 1 بوزيتيفلي تشارج اتحد مع عمليه الريزن اللي هو مثبت على الكارتج. احنا نروح نعمل اليوتينج اليوتينج سوليوشن عشان يعمل بوشنج. ما هو اليوتينج سوليوشن؟ هو عباره عن بوزيتيفلي تشارج نعمله بنسبه، نبدا بنسبه معينه ونزود كل شويه. فاليوتينج ده لانه معه الهيموجلوبين هذا اللي هو على الدائره معه 1 بوزيتيفلي تشارج، اليوتينج هيعمل له رابيدلي من الكولم، هيطرد بسرعه من الكولم. ما معنى الكلام هذا؟ معناها ان الريتينشن تايم لهذا الهيموجلوبين قليل، بسرعه فقد. ليش بسرعه فقد من الكولم؟ لانه فقط يحمل عمليه ويك بوزيتيفلي تشارج، فبالتالي الريتينشن تايم يعني بقائه في الكولم بقاء قليل. لماذا؟ لانه معه ويكلي بوزيتيفلي تشارج، فبالتالي لو وظفنا اليوتينج سوليوشن اللي هو بوزيتيف تشارج اعلى حيطرد عمليه الهيموجلوبين اللي معه 1 بوزيتيف تشارج. طيب لو تخيلوا النقطه الثانيه، لو كان عمليه في سترونج بوزيتيف تشارج زي ما انتم هنا شايفين في 3 بوزيتيف تشارج، يعني الارتباط هنا عمليه حيكون عمليه سترونج. فبالتالي هنا لو ما نروح نحط عمليه اليوتينج سوليوشن احنا بالتاكيد زودنا عمليه البوزيتيف تشارج. هنا لابد من وقت اطول عشان هذا الهيموجلوبين ينزل. هذا الوقت الاطول احنا نسميه انكريز ريتينشن تايم، فبالتالي عشان ينزل هذا الهيموجلوبين احنا عاوز وقت اطول حتى يفقد لانه الارتباط ارتباط قوي. طيب الان كل ما في الموضوع نحن بنقيس عمليه المجر للريتينشن تايم. فجاء العلماء قالوا الاتي، قالوا انه الهيموجلوبين اف تقريبا اراوند 1 مينت ريتينشن تايم، الهيموجلوبين اي اراوند 2.5 مينت، الهيموجلوبين اي 2 اراوند 3.5 مينتس، الهيموجلوبين دي اراوند 4 مينتس،
الهيموجلوبين اس ينزل اراوند اللي هو او يبقى الريتنشن تايم حقه اراوند 4.5 مينتس، والسي اند الاو تقريبا الى 5 دقائق. اذا هذا الريتنشن تايم وخلاص معروف بالنسبه لنا الريتنشن تايم. هذا الملخص البرنسبلز. زي ما انتم شايفين الانجكتور هنا هي بنطرحنا بوزيتيفلي، السامبل بتكون بوزيتيف لان احنا بنحطها في الكلاين، وزي ما انتم شايفين التيوب هي فيها نيجاتيفلي تشارج لانها الريزن فيكسد على التيوب، فيبدا عمليه الهيموجلوبين اكوردنج البوزيتيف اللي يحملها يرتبط بعمليه بالنيجاتيف، وبالتالي من البمب هنا نروح نحط اليوتينج سيستم اليوتينج سوليوشن. فاذا اليوتينج سوليوشن نزوده شويه نزوده شويه، فالهيموجلوبين فارينس اللي معاه يعني ويك بوزيتيف تشارج الريتنشن تايم بقائه في الكولوم قليل وحينزل، اللي هو عمليه هاي بوزيتيف تشارج حيستمر وقت اطول وبالتالي عاوز الريتنشن تايم حيطول. طيب النقطه المهمه جدا في الاتش بي ال سي، لو تتذكروا في الكابلري الكتروفوريسيس قلنا في عمليه انه ستيدي فلو، هنا يسموها بارابوليك فلو. البارابوليك فلو زي ما انتم شايفين هي كيرفد، فالجهاز يقراها اول عند الكيرف ويقرا جنب الكيرف، فتبان الكيرف يبان وايد بيك. هذا الوايد بيك للاسف الريزوليشن حقه بيكون ضعيف او بيكون لس ريزوليشن، وبالتالي الكابلري الكتروفوريسيس بالتاكيد افضل. طيب النقطة الثانية من عيوب الـ HPLC انه لو في جلايكيتد هيموجلوبين، الجلايكيتد هيموجلوبين حيتحد بعملية بالجلوكوز بالهيموجلوبين، هذا حيعمل كونفيوجن في الانتربريتيشن لانه حيعطينا ديفرنت ريتنشن تايم. النقطة اللي بعدها لو بدي نقارن الان بالكابلري الكتروفوريسيس والـ HPLC كلاهما فول اوتوميتد، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية انه دي سيليكا كابلري تيوب وهذه عملية الكاتاين اكستشينج كولوم. النقطة الثالثة هنا بنستخدم هاي فولتج، هنا بيكون في البريشر بام. هنا في الكابلر الكتروفوريسيس في معنى قوة مهمة اسمها الالكترو اوزماتيك فلو، هنا حيكون في معنى بريشر اندوسد فلو. المهم جدا هنا في الكابلر الكتروفوريسيس حيكون في معنى هاي ريزوليشن، هنا حيكون معنى مودريت ريزوليشن. النقطة الأخرى إنه ما فيش هنا الكومن فارينس ما يحصلهاش اوفرلابنج، لكن في الهيموجلوبين في الـ HPLC حيحصل في اوفرلابنج بين السي والأو. الآن هذه أهم الفروق بين الكابلري الكتروفوريسيس والـ HPLC. تعالوا الآن ننتقل إلى قضية المحور الآخر اللي هو قضية الجينيتيك ستادي او الجينيتيك اناليسيس. اول شيء حنتكلم عليه بريفلي اللي هو ريفرس دوت بلوت هيبريدايزيشن. هذا التكنيك سهل جدا، ايش فكرته؟ يروحوا يجيبوا ديفرنت بروفز عشان يعملوا ديتكشن لديفرنت ميوتيشن. لو ملاحظين هنا طبعا هذا بروب، اللي لو ملاحظين السي اللي بالاحمر والتي اللي كمان بالاحمر والاي اللي بالاحمر، هذه اللي حصل فيها ميوتيشن، فهم يحطوا عملية النيكروتايد اللي حصل فيها ميوتيشن ويربطوها بعملية بالبروب. البروب ده قد يكون فلوريسنت، قد يكون داي، قد يكون أي شيء. بعدها إيش يروحوا يعملوا؟ يروحوا على طول يروحوا يجيبوا قضية عملية الآن هذا الوايلد جين، وبالتالي حيروحوا يعملوا له فصل. لو تلاحظوا هنا مثلا السي تغيرت إلى الجي، فيروحوا يجيبوا البروب الآن. فالبروف زي ما انتم شايفين السي الان حيلتصق وحيكتشف الميوتيشن اللي حصلت دي. فلو ما يكتشف هذه البروف دي سواء زي ما قلنا داي كانت ولا انزايم ولا وات ايفر، حنستطيع ان حنقيس عمليه انه حصل عمليه البايندنج وبالتالي فعلا في ميوتيشن وعملنا ديتكشن لقضيه النيكروتايد اللي حصل فيها ميوتيشن. النقطه الثانيه اللي هو حقيقه الثوره الهائله جدا في قضيه الجينيتكس ستادي اللي هو الهول اكزوم سيكونسينج تيست، انا اعتقد دي ثوره كبيره جدا. طبعا ما معنى هول اكزوم؟ ان الدي ان اي زي ما انتم عارفين في انترون وفي اكزوم، خلاص بيبعدوا الانترون وبيجمعوا الاكزوم مع بعض ويسموهم اكزوم. الان العالم تخيلوا في الهول اكزوم سيكونسينج بنعمل ديتكشن للميوتيشن جين، بنعمل اكثر من 25 الف جين، يعني تخيلوا ممكن تصل الى اكثر من 30 مليون نيكروتايد نعمل لها ديتكشن ويكون معنا عمليه
كل الشخص لاعب من اللود ديتكشن لكل النيوكليوتايد ونقارنها بالبنك اللي معانا لو في اي تشينج في النيوكليوتايد. هذا طبعا الماشين اللي نعملها به نعمل به بالنكست جنريشن، نكست جنريشن سيكونس. طبعا الفيرست جنريشن هو السنجر سيكونسينج، طبعا هذا كان بيعمل يعني شورت بيس سيكونسينج. هنا تخيلوا الى 25000 جين. هذا ان شاء الله لو اتيحت لنا فرصه نتكلم عن الجينيتك ان شاء الله حنتكلم عليه بالتفصيل. كنت معكم فيما مضى حول محاضره عمليه الهيموجلوبين سيبريشن، تكلمنا على الامبورتنس، تكلمنا على الجين الكتوفريسيس، تكلمنا على الكابلري الكتوفريسيس، وتكلمنا على اتش بي ال سي، وتكلمنا على الجينيتك ستدي. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.